السلام عليكم ورحمة الله. طلاب مرحلة ثانية قسم الكهرباء، اليوم محاضرتنا هي النون سينوسويدال ويفز، الموجات اللا جيبية. هي كل موجة ليست بجيبية، ممكن تكون سكوير، ممكن تكون ركتانجولار، أي موجة لا جيبية. احنا اللي يهمنا بهذا الموضوع اليوم هو الهارمونيكس، الموجة لما تكون تحتوي على أكثر من تردد، أكثر من تردد. التردد الأساسي اللي هو نسميه الفندمنتال، التردد الأساسي اللي نسميه فندمنتال، وترددات أيضا إضافية من ضمن الموجة. هاي الترددات الإضافية ما نقدر نهمل تأثيرها على الدائرة، لازم نحسب حسابها. احنا نعرف انه بصورة عامة كأي سي من نريد نكتب الفولتية مثلا راح تكون في ماكس ساين اوميجا تي. قيمة الفي ماكس هي البيك للموجة الجيبية، قيمة البيك للموجة الجيبية اللي هي هاي الفي ماكس. الأوميجا تي هو التردد، نعرف انه الأوميجا هي 2 باي اف التردد. الموجات اللي تحتوي على فقط تردد واحد اللي هو الفندمنتال، نسميه الفندمنتال فريكوانسي. هاي الحل مالتها احنا نعرف كنا نوجد مثلا التيار بالدائرة ويكون يحتوي ايضا على تردد واحد. الان الموضوع مالتنا راح يكون انه تحتوي على اكثر من تردد، وكأنما انا عندي اكثر من مصدر بالدائرة. مثلا هسه هذا المصدر عندي يحتوي مثلا على ممكن دي سي واي سي بنفس الوقت، زين. التردد الاول اوميجا تي، التردد الثاني 2 اوميجا تي، 3 اوميجا تي، الى عدد اي قيمه من مضاعفات الاوميجا تي، زين. هاي الترددات ما اقدر اهمل تاثيرها بالدائره. احنا لما الدائره يكون عندنا بيها ال او سي محاثة او متسعة، احنا نعرف الاكس ال تساوي اوميجا ال، زين. هذه الاوميجا بحالة الاوميجا الواحد، زين. اذا الدائرة مثلا تحتوي على اوميجا 3 اوميجا 5 اوميجا، زين، بالاوميجا هي قيمتها اوميجا ال، زين، بالثلاثة اوميجا، بالخمسة أوميجا شو راح تكون قيمتها؟ يعني كل أوميجا راح تكون 3 أوميجا، أو راح تكون قيمتها 5 أوميجا، معناتها القيمة مالتها راح تتضاعف مع التردد، مع الترددات الإضافية راح تتضاعف قيمتها. لما تكون فقط أوميجا مثلا قيمتها 3، من تكون 3 أوميجا معناتها هاي الأوميجا راح نضربها في 3، يعني القيمة راح تصير 9. إذا قيمتها 5 أوميجا يعني راح تنضرب في 5، راح تصير 15، وبالتالي راح تأثر على قيمة التيار بالدائرة، قيمة الباور اللي نحسبها بالدائرة. ما نقدر نهمل باقي الترددات ونحسب فقط الفندمنتال فريكوانسي. الاكسي نفس الحالة، 1 على اوميجا سي، زين. اذا هاي بحالة منه، هذا بحالة الاوميجا، زين. اذا صارت 3 اوميجا يعني بدل هاي الاوميجا حصير 1 على 3 اوميجا سي، معناته شنو؟ يعني تقسمت على 3 القيمة. إذا هنا كانت قيمتها 3، هنا راح تصير قيمتها 1، لأن هنا بالمقام نضاف رقم 3،
يعني عندي 3 أوميجا بالسؤال. وهمنا نقول التوتال امبيدنس بالدائرة راح تتغير، وبالتالي راح يتغير عندي قيمة التيار والباور وكل الأمور الأخرى. لما تكون عندي بهاي الصيغة، شوف أول قيمة اللي هي تكون رقم وماكو يمها ساين أوميجا تي، هذه هي الدي سي، هاي هي الدي سي زين. وعندي هنا اي سي، عندي كم أوميجا؟ هاي أوميجا وهاي 2 أوميجا وهاي 3 أوميجا. الحل عامة لكل سؤال لما طالما عندي أكثر من تردد، انه مثلا مطلوب من عندي التيار احسبه، ما اقدر احسبه عند تردد وباقي ترددات اتركه. اذا اول خطوة احسب التيار، راح يكون التيار الناتج بالدائرة راح يكون نتيجة اول شيء اعتبره كأنما عندي فقط دي سي. احسب التيار في حالة الدي سي شقد قيمته صارت للدائرة، زائدا التيار احسبه هنا عندي اوميجا، عند الاوميجا، زائدا التيار عند التو اوميجا، زائدا التيار عند الثري اوميجا. فتكون صيغة التيار الكلي او اي تيار عند برانش معين بالدائرة، هسه راح ناخذ الامثلة ونشوف الحل شلون يكون، لازم يكون اكثر مثل ما هي الفولت، مثل ما المصدر متسلط باكثر من قيمه، التيار ايضا راح يكون عندي باكثر من قيمه بالدي سي وبالاوميجا وبالتو اوميجا وبالثري اوميجا، واجمع الناتج. فالتيار هو مجموع القيم عند الدي سي وعند كل الترددات الموجوده بالمصدر، ما اقدر اهمل اي قيمه لأي تردد. فعند كل قيمة عند 10 دي سي نحسب التيار، عند الأوميجا أحسب التيار، عند 2 أوميجا راح أحسب التيار، عند 3 أوميجا أحسب التيار، وهاي القيمة راح تكون الصيغة النهائية للتيار، هي التيار بالدي سي زائدا قيمة التيار اللي حسبتها عند الأوميجا، وقيمة التيار اللي حسبتها بالتو أوميجا، وقيمة التيار اللي حسبناها بالثري أوميجا، تنجمع ويكون هاي قيمة التيار المطلوبة في السؤال. الـ IRMS والـ VRMS value نحسبها من خلال قانون عندنا، اللي هي الـ IRMS تحت الجذر الـ I0 هي هاي DC سكوير زائدا قيمة التيارات اللي أوجدها عند الأوميجا، عند 2 أوميجا، عند 3 أوميجا، شوف أي ترددات هو مطنيها بالسؤال، تربيع على 2. ونفس الشيء للـ VRMS همينة الدي سي، فولتية الدي سي تربيع، وهي ما يتقسم على 2 الدي سي لا بالتيار ولا بالفولتية، زائدا تربيع قيمة الفولتية عند كل تردد موجود بالدائرة يتقسم على 2. ناخذ هذا المثال اللي موجود عندنا بالمحاضرة، يريد الـ RMS value زين. نجي هاي عندي قيمة الفولتية، يريد قيمة الـ VRMS. هنا أنا ما عندي دي سي، كل القيم بها ساين أوميجا تي، ما عندي قيمة دي سي، فما عندي، من نجي على الـ VRMS هاي الـ V0 تربيع ما موجودة لحد هذا الدي سي. أجي مباشرة إيش قد قيمته بالأوميجا؟ 20، إذا 20 تربيع. إيش قد قيمتها بالتو أوميجا؟ 15 تربيع. بالثلاثة أوميجا 10، فعشرة تربيع. الكل أقسمها على 2 وتحت الجذر. بالنسبة للتيار حتى نحسب الـ RMS value، عندي أول قيمة 10 اللي هي الدي سي، فصير 10 تربيع، هاي 1 منقسمها على 2، زائدا القيمة هنا عندي 6
فستة تربيع، اثنين هاي بالتو أوميجا اثنين تربيع، وبالثلاثة أوميجا قيمتها واحد، واحد تربيع على اثنين أقسمهن وتحت الجذر، فاستخرجنا قيمة الـ RMS value للفولتية وللتيار. هذا هومورك، منطيكم أيضا قيم بها دي سي وآي سي وتحسبون من عندها. الباور عادة نحسبها هي الـ I سكوير للـ RMS value في الـ R، أو VRMS سكوير على R. ناخذ عندنا هذا الشكل، هذا الإكزامبل الأول. الإكزامبل الثاني find بالدائرة عندنا هذا الانبوت اللي مجهزي، هذا دي سي 12 والاي سي عندي 2 تي. 2 تي معناتها الأوميجا قيمتها 2، ساين أوميجا تي معناتها الأوميجا قيمتها 2. يريد الكرنت اللي يمر بالدائرة، ناخذ فأول حالة نجي ننتبه انه احنا عندنا دي سي وعندي اي سي. قيمة الدي سي هنا أنا عندي اللي هي 12 فولت. هنا أنا يريد التيار، يريد كرنت اي، ويريد الفولتية في ار والفي سي. زين، عندي الدي سي اللي هو 12 وعندي الاي سي اللي هي ات 2 تي. 2 تي من اقول معناته الاوميجا تساوي 2، معناته الاوميجا تساوي 2. طبعا تردد الاوميجا هي راديان بير سكند، الوحده مالتها. نبدي اول شيء لازم نوجد نجزئ مثل ما هي هسه، شوف زائد هنا أنا عندي مجزئة حدين. إذا نبدي بالجزء الأول اللي هو الدي سي، نبدي بالدي سي بال 12 فولت. هنا أنا عندي دي سي 12 فولت. في حالة الدي سي عندي المتسعة ايش راح تكون؟ احنا قلنا المتسعة الاكس سي واحد على اوميجا سي. الاوميجا هي 2 باي اف. الاف هنا أنا عندي بالدي سي قيمته صفر، معناته الاوميجا صفر يعني واحد على صفر، وبالتالي تساوي انفينيتي. اذا عندي المتسعة راح تكون اوبن سيركت. طالما المتسعة عندي اوبن سيركت معناته تيار ما يمر بالدائرة، تيار يساوي صفر، تيار يساوي صفر في حالة الدي سي. زين، بحالة الدي سي التيار صفر. زين، ايش قد فولتية الفي ار؟ التيار اللي يمر بالمقاومة صفر، اذا فولتيتها الفي ار هو الاي في الار، التيار صفر في المقاومة ثلاثة، اذا تساوي صفر. زين، فولتية المتسعة شو تساوي لي؟ فولتية المتسعة هي الفولتية نفسها اللي هنا راح تصير. هنا طالما ماكو فولتية على المقاومة، يعني وكأنما المقاومة صارت ما موجودة، اذا تبقى الفولتية هنا هي نفسها فولتية المتسعة، إذا نفسها فولتية المصدر واللي تساوي 12 فولت. هذا المصدر هسه أنا عندي وكأنما هذا 12، زين، وهاي هنا الفولتية مال هاي المتسعة. إيش قد فولتية المتسعة؟ هي نفسها فولتية المصدر راح تبقى. ليش؟ لأن أنا عندي هنا المقاومة ما تسحب فولتية، ما تسحب فولتية المقاومة، فولتيتها صفر، فالفولتية الموجودة المجهزة كلها تروح فقط على طرفي المتسعة. احنا عندنا
نعرف الفولتية تبقى إذا open circuit وليس التيار، التيار راح يكون صفر، لكن الفولتية على المتسعة باقية نفسها فولتية المصدر. هاي في حالة الجزء الديسي للدائرة. زين نبدي على الجزء الاي سي. بالجزء الاي سي اول خطوة انه نحسب الاكس سي، ايش قد الممانعة للمتسعة. الاكس سي واحد على اوميجا سي وتساوي واحد على الاوميجا، ايش قد مطيني اياها هنا، اثنين تي فاثنين، والمتسعة قيمتها واحد على ثمانية، إذا تساوي لي أربعة. فالممانعة هسه عندي بالدائرة راح أصير ثلاثة، لأن متسعة ماينس جي أربعة، واللي تساوي قيمتها بالبولر خمسة، والزاوية ناقص خمسة ثلاثة بوينت ون ثري. هاي الزت للدائرة آت أوميجا، إحنا هنا عندي فقط أوميجا، ما عندي أكثر من تردد. زين هاي الممانعة. زين إيش قد التيار؟ أريد أحسب التيار الكلي، لازم أحسبه لأن هي دائرة توالي الفولتية على الزت. أنا أريد أحسب التيار الماكسيموم، إذا أستخدم فولتية ماكسيموم. شقد فولتية الماكسيموم عندي هنا مطيني اياها؟ عشرة. اذا عشرة على الزت اللي هي خمسة، والزاوية ناقص خمسة ثلاثة بوينت ون ثلاثة، واللي راح احصل من عنده قيمة التيار اللي هو راح يكون اثنين، والزاوية خمسين ثلاثة وخمسين بوينت ون ثري أمبير. هذا التيار اللي مر بالدائرة. زين هذا التيار قيمته هذا. هذا زين الفولتيات شلون؟ فولتية المقاومة هي التيار في المقاومة. التيار ايش قد؟ اثنين، والزاوية خمسين ثلاثة وخمسين بوينت ون ثلاثة. المقاومة ثلاثة أوم. فولتية المتسعة هو التيار اللي هو اثنين خمسين ثلاثة وخمسين بوينت ون ثري في الأكسي اللي هي ماينس جي أربعة اللي هي أربعة، والزاوية مالتها ناقص تسعين، ونحصل فولتية المتسعة ثمانية فولت، وفولتية قامة 6 فولت. هاي قيمتها الفولتيات اللي هي ماكسيموم وليس الار ام اس. من نجي نحسب قيمة الار ام اس، اذا انا عندي التيار، شوف هسه هنا شلون راح اكتب صيغة التيار. التيار عندي للدائرة ايش راح يساوي؟ بالدي سي كان صفر زائدا، بالاي سي ايش قد صار؟ ايش قد قيمته؟ بالنسبة للحسبنا التيار اثنين قيمته، هاي الماكسيموم. زين ساين ايش قد؟ نفس القيمة مال الاوميجا تي، نفس اللي طنياها بالسؤال اثنين تي، بس هنا ويا شنو؟ ويا زاوية قيمتها ثلاثة وخمسين زائدا خمسين ثلاثة وخمسين بوينت ون ثري. ايش قد قيمة التيار الماكسيموم؟ وش قد الزاوية؟ هاي هي الشفت، أضيفها بنفس الإشارة، إذا إشارتها ناقص أخلي هنا ناقص، إذا إشارتها هنا زائد تبقى هنا زائد. زين والقيمة هي الماكسيموم. هنا عندي هذا الحد الأول اللي هو دي سي، اللي ما موجود عندي دي سي قيمته صفر. أجي حتى أحسب الـ RMS value، حتى أحسب الـ RMS value منين راح احسبه؟ احسب فولتية الفي ار ام اس للمقاومة تربيع، ايش راح تساوي؟
فولتية المقاومة بالصفر بالدي سي صفر، ما عندي حد دي سي. بالاي سي الار ام اس هنا 6، فالستة تربيع على 2 تحت الجذر. الار ام اس الفي للمتسعة الار ام اس شقد قيمتها؟ 8. ما عندي دي سي، لا عندي دي سي. شقد هي نفسها؟ 12 فولت تربيع زائدا 8 تربيع على 2 تحت الجذر. فحسبت الار ام اس، هاي قلنا بحالة الدي سي فولتية المتسعة نفسها فولتية المصدر، والاي سي هاي حسبناها 8 بالاوميجا، فاستخرجنا قيمة الار ام اس لفولتية المقاومة وفولتية المتسعة. هذا الاكزامبل الاثنين اللي بالمحاضرة. نبدي الاكزامبل ثلاثة. الاكزامبل ثلاثة بالمحاضرة find the active value voltage and current اللي هي الار ام اس، find the average power for an electric circuit if the voltage supplied. اذا انا عندي هاي مصدر الفولتية ومصدر تيار، هذا قيمة التيار اللي بالدائرة، عندي فولتية وعندي تيار. يريد الار ام اس فاليو، اول خطوة الار ام اس او الافكتيف هي نفس القيمة. نجي بالنسبة للاي هذا التيار، الار ام اس فاليو ايش راح تكون؟ 3.53 تربيع زائدا كل القيم 3.55 تربيع. القيمة الماكسيمم اللي هي مطنياها هنا بالسؤال، زين اربعها وتقسيم 2 وتحت الجذر للتيار. وللفولتية عندي هنا بالفولتية اكو دي سي اللي هي 200 فولت، 200 فولت، ف 200 تربيع زائدا قيمة الافكتيف اللي هنا عندي 100 وعندي هنا 75، ف 100 تربيع زائد 75 تربيع تقسيم 2 وكلها تحت الجذر. الافكتيف فاليو هي نفسها الار ام اس فاليو، حسبنا الافكتيف والار ام اس فاليو للتيار الفولتيه. الان اريد الافرج باور، من اريد احسب الباور اول شيء بحاله الدي سي الباور هي الفي في الاي. بالدي سي انا عندي فولتيه 2 فولت 200 فولت، لكن ما عندي دي سي كارنت صفر، ماكو قيمة دي سي كارنت. اذا الباور بالدي سي 200 الفولتية في التيار قيمته صفر بالدي سي، اذا الباور بالدي سي صفر. بالاي سي عد كل تردد لازم احسبه سوية، يعني اول حالة بالاوميجا اللي هي 500 تي وهنا عندي 500 تي. اذا اجي V I كوساين الزاوية بالخمسمية هنا جد عندي المية هي هاي ماكسيمم الباور. دائما نحسب القيمة للأفرج، يعني دائما عندي ناخذ هاي القيمة. احنا عندنا قلنا بالدي سي لان هنا اكو تيار اكو فولتية وماكو دي سي تيار، فالباور صفر. لكن هسه نجي على الاي سي، شفنا هنا 500 تي معناته الاوميجا هنا تساوي 500، هنا 1500 معناته الاوميجا صارت 3 اوميجا، يعني 1500 ال 500 ضربناها في 3 ف 1500. اجي من احسب اول شيء خلينا نحسب ات، عندنا الباور في اي كوساين ثيتا في ماينس ثيتا اي، فرق الفيس شيفت بين الفولتيه والتيار. زين اول حاله راح احسبها ات اوميجا تساوي
500. الفولتيج قد؟ طبعا هنا دائما القيم ار ام اس نحسبها. بالخمسمية عندي الفولتية 100، أقسمها على جذر 2، التيار قيمته 3.53، أيضا أقسمها على جذر 2 حتى شنو أحولها إلى الـ RMS value. زين، كوساين ثيتا للفولتية ناقص ثيتا للتيار، ثيتا للفولتية، الفولتية ايش قد الثيتا بيها؟ 30، ناقص ثيتا للتيار ايش قد؟ 75، إذن 75 أحصل قيمة الباور. هاي آت أوميجا. زين، بالأوميجا هاي أسميها P1 للأوميجا، P3 بالثلاثة أوميجا بالألف وخمسمية، هذا بالخمسمية، هاي ثلاثة أوميجا لأن ضاعف من خمسمية لثلاثة خمسمية، ألف وخمسمية. فالP3 هسه أجي إيش قد الفولتية؟ 75، أقسمها على جذر 2، ليش؟ لأن أنا أريد RMS. إيش قد التيار؟ 3.55 على جذر 2، كوساين فرق الزاوية هنا عندي 60 وهنا عندي 45، 78.60 ناقصا 7.45. هسه حسبنا الباور بالبي 1 والبي 3 بالأوميجا وبالثري أوميجا. الباور توتال من أريد أكتبها هي مجموعهن كلهن، بالدي سي قلنا هي ايش قد تساوي؟ صفر، يعني عندي فولتية دي سي بس التيار بالدي سي صفر، بالدي سي صفر زائدا بالأوميجا ايش قد حسبنا بالقانون؟ 124.8، بالثري أوميجا 126.3 واط، فاثنين خمسة 1.1 واط. هاي التوتال باور ورا ما حسبناها بالأوميجا وبالثري أوميجا وبالدي سي بكل الترددات اللي موجودة بالدائرة بالسؤال. نرجع للمحاضرة، هذا الإكزامبل الثلاثة حليناه، عندنا إكزامبل أربعة اللي هو دائرة RL هناية RL، ومطيني المصدر مال الفولتية هاي قيمته، قيمته 100 يعني عندي دي سي قيمته 100 وعندي بالأوميجا 50 وبالثلاثة أوميجا 25 قيمته، ومنطيني قيمة الأوميجا 500 راديان بير سكند. هسه المفروض يريد درايف كارنت إكويجن، شلون نحسب التيار؟ نبدي أول خطوة، عندي المصدر نحسبه بالدي سي، أول حالة نبدي بحالة الدي سي، احنا الدي سي نعرف الفريكونسي صفر وبالتالي الأوميجا أيضا راح تكون صفر. زين، الأكس إل شو تساوي؟ أوميجا في الإل. زين، إذا هي الأوميجا صفر معناتها الأكس إل صفر، فالأكس إل دائما بالشورت سيركت تكون في حالة الدي سي، تبقى عندي بالدائرة فقط المقاومة، هذا يكون شورت. بالدي سي التيار الدي سي ايش راح يساوي؟
الفولتية الدي سي اللي هي 100 فولت، 100 زين، على المقاومة اللي هي 5 ويساوي 20 أمبير. هذا تيار الدي سي. إذن هاي عندي أول قيمة لازم تنحسب من ضمن التيار. زين هسه عندي انتهت بحالة الدي سي. هسه أجي على الأي سي، عندي بالأوميجا أي سي وبالثلاثة أوميجا. خلي نبدي بالأوميجا، أسميه واحد لأن أوميجا واحد، أوميجا وحدة، فراح أسميه آي وان. شلون نبدي نحسبه؟ الإكس إل أوميجا إل، الأوميجا شقد عندي هنا؟ أوميجا وحدة، الأوميجا مطيني إياها بالسؤال شقد قيمتها؟ 500. إذا 500 في ال L اللي هو 0.2 طلع لي 10 أوم. فالتيار 1 الفولتية هنا هاي قيمتها ايش قد؟ 50 على الزت. الزت ايش قد هنا عندي؟ عندي 5 المقاومة بلس جي 10 المحاثة، هاي اللي حسبناها 10 أوم. ويساوي هذا التيار. طبعا هنا ننتبه انه ما عندي زاوية شيفت، يعني اوميجا تي فقط، لو ويا زاوية كان خليناها هنا الزاوية، هسه الزاوية هنا صفر، لان يعني عندي اوميجا تي ماكو زائد او ناقص في الزاوية. اذا عندي وياها الزاوية لازم الزاوية اكتبها هنا، بس هنا لان يعني ماكو زاوية فالزاوية صفر. 4.47 ناقص 6 أمبير. هذا التيار الأول اللي هو آت أوميجا، وهذا أيضا لازم ينحسب من ضمن المعادلة. إذن هاي القيمة الثانية عندي، هاي القيمة الأولى وهاي القيمة الثانية. هسه ننتبه شلون راح نتعامل وياها. هسه عندنا بعد منه بالأوميجا كملنا أوجدنا التيار، هسه نوجد التيار بالثلاثة أوميجا، بالثلاثة أوميجا. زين الأوميجا من صارت ثلاثة قيمة الأكس إل تغيرت لو لا؟ طبعا أكيد تغيرت. ليش؟ لأنه الأوميجا انضربت هنا في ثلاثة، فالأكس إل صارت ثلاثة أوميجا إل، ضربت بثلاثة، ثلاثة في 500 في 0.2 يعني قيمتها القديمة انضربت في 3. قيمتها القديمة كانت شقد؟ الاكس ال 10 انضربت ب 3 صارت 30. اجي احسب الاي 3، شقد القيمة هنا عندي؟ 25، وأيضا لأن ماكو زاوية هنا لا زائد ولا ناقص فد زاوية معينة ويا الأوميجا، هنا فد زاوية هي صفر. على الزت، الزت شقد؟ 5 بلس جي 30. نوجد قيمة الآي 3 واللي هي 0.8 هذه هي القيمة الثالثة للتيار. صار عندي ثلاث قيم، قيمة بالدي سي، قيمة بالأوميجا 1، وقيمة بالثري أوميجا. إذا من أجي أكتبها للصيغة مالت التيار هسه لازم تتضمن كل القيم. راح أكتب I تساوي بالدي سي شقد قيمة التيار؟ 20 زائد بالأوميجا شقد قيمة التيار؟
4 point. هذا وين؟ ساين أوميجا تي، والزاوية ايش قد؟ ناقص 6، 3.4. هذا ليش ساين أوميجا تي؟ هو أي سي ساين نفس الصيغة اللي هنا ساين أوميجا تي، ساين أوميجا تي، بس هنا ويا زاوية اللي هي 63. وبعد عندي التيار أيضا بالثلاثة أوميجا آي 3 زائد قيمته 0.8 ساين شقد 3 أوميجا تي، والزاوية 80.54، 80.34. زين، فبهالحالة عندي أوجدت قيمة التيار، وهنا راح يكون الجزء هذا الأول اللي هو الدي سي وجدناه 20، وبعدين بالأوميجا تي اللي هو قيمته 4.47، والزاوية ويا الأوميجا تي هاي تنكتب، وبال 3 أوميجا تي قيمته 0.8، والزاوية ناقصا 80.54. فهذا قيمة التيار المطلوب بالدائرة، هو المطلب الأول. نرجع على المحاضرة نشوف بعد مطلوب من عندنا. المطلب الأول درايف كارنت، كتبنا صيغة الكارنت. هسه يريد فولتج اكويجن للمقاومة وللإندكتنس. احنا أول شيء وجدنا التيار كله، التيار هنا الدوائر توالي، الفولتية على المقاومة هي التيار في المقاومة، والفولتية على المحاثة هي التيار في الاكس ال. نجي نشوف شلون حسبه بالسؤال. فولتية المقاومة هي التيار في المقاومة، زين ايش قد قيمة المقاومة مطنيها بالسؤال؟ 5. فراح تنضرب الخمسة، هذا التيار هو تيار المقاومة ونفس التيار المحاثة، فنضرب 5 في 20 صار 100، 5 في 4.74 صار 22، وهاي 500 ناقص والزاوية تبقى نفسها، يعني كل قيمة هنا عندي أضربها في 5. ال 4.47 أضربها في قيمة المقاومة 5، أول شيء 20 أضربها في 5، كل قيمة أضربها في 5 في قيمة المقاومة، هذا التيار، التيار في 5، فخمسة تنضرب في كل الحدود، نستخرج ال VR. ال VL لما نحسبه نفس الحالة، شقد ال JXL اللي هي J بالفولتية، شقد عندي J بالأوميجا حسبناها 10. نجي نحسبها هنا عندنا في حالة الدي سي، الجزء الأول 20، الدي سي قيمتها للأكس إل 0، لأن أوميجا هي 0 بالدي سي، فيروح راح ينضرب بالصفر. زين بالأوميجا هنا أوميجا تي أول حد، إيش قد قيمتها آت أوميجا؟ قيمتها 10، يعني جاي 10 قيمتها، زين فنضربها في جاي 10 في حالة القيمة الأولى. شوف هنا ضربناها بعشرة، قيمة التيار هنا 4.47 آت أوميجا، نضربها في قيمة المحاثة بالأوميجا، هنا 3 أوميجا نضربها في قيمة المحاثة بالثلاثة أوميجا اللي هي 30. الحالة الأولى دي سي فضربناه في صفر، لأن قيمة المحاثة بالدي سي صفر. بالأوميجا إيش قد قيمتها؟ قيمتها 10، إذا ضربناها في 10، هذا التيار أضربه في 10،
بالأوميجا، بالثلاثة أوميجا راح تصير قيمتها شقد؟ 30، فضربتها في 30 وهنا نوجد قيمة الفولتية للمحاثة. المطلب الثالث يريد الفندمنتال الار ام اس فاليو الباور، حتى استخرج الباور لازم عندي الار ام اس. اجي الار ام اس للتيار الاي ار ام اس اللي هو الجزء الدي سي عندي هنا 20 تربيع زائدا 4.47 تربيع زائدا لازم تتقسم طبعا هنا على 2.82، هنا اكو فد غلط بالطباعة، لازم تتقسم على 2 القيمة. هسه نكتبها على البينت، 20 تربيع هاي اللي هي قيمة الدي سي زائد 4.47 تربيع زائدا 0.822 تربيع، كلها اقسمها على 2 والكل تحت الجذر. هذا قيمة الاي ار ام اس. هاي اكو بس شوية خطأ بالطباعة صاير بقيمة الاي ار ام اس. زين اقسم القيم على 2، هاي الصيغة الصحيحة للاي افكتيف 20.256 التيار. فجمعنا بالنسبة للتيار الدي سي تربيع زائدا الفور بوينت الجزء الاول تربيع زائدا الثري اوميجا بوينت اي تربيع، وهذاني بس فقط الاي سي على 2 وتحت الجذر. الباور هو الاي افكتيف او الاي ار ام اس سكوير في الار 20.25 تربيع في الار المقاومة 5، وهاي نحصل عليه. او طريقة ثانية اني حسبت الاي ار ام اس، نحسب الفولتية الار ام اس ونقسمها على المقاومة. يا فولتية ار ام اس نجي نشوف هي فولتية المقاومة الار ام اس ونقسمها على 2. نحسب الار ام اس لفولتية المقاومة اللي هي جزء الدي سي 100 تربيع زائدا بالاوميجا 22.35 تربيع وبالثري اوميجا 4.11 تربيع، وهاي بس فقط الاي سي على 2، وتصير القيمة هي الفي ار ام اس تربيع على ار. في ار ام اس اللي هي 101.3 تربيع على المقاومة اللي قيمتها 5، نحصل قيمة الباور افكتيف. الاكزامبل الخمسة عندنا من الاكزامبل الخمسة اللي هي تعتمد على الكرنت ديفايدر، لان هنا عندي برانش المقاومة وعندي هنا برانش المتسعة وهنا برانش للمحاثة. فشون نقدر نتعامل ويا هيك دائرة بالكرنت ديفايدر اللي منطينياه هنا عندي المصدر هو 50 اللي هو الدي سي، وعندي 20 أوميجا اللي هي 500 10 ساين ألف تي، إذن ضعف 500، إذن هذا 2 أوميجا. زين أول حد نجي بحالة الدي سي، بحالة الدي سي، بحالة الدي سي قلنا الأكسي راح تكون أوبن سيركت والأكس إل راح تكون شورت. فبهالحالة راح يمر تيار بالمقاومة واللي لأن عن طريق المحاثة، هاي راح تصير دائرة آر إل. فالتيار الدي سي هو قيمة الفولتية الدي سي اللي 50 على المقاومة 5 10 أمبير. ال L short circuit وال C open circuit. زين نجي الجزء ال AC، الجزء ال AC عدي بالأوميجا الزت شلون راح تكون؟
التوتال زيت، أنا أريد أطلع التيار الكلي، زين، حتى أطلع التيار الكلي لازم عندي الزيت الكلية، الزيت الكلية زيت إمبيدنس الكلية راح تكون عندي الـ XL توازي ويا الـ XC اللي هي J2، الـ XL توازي وماينس J8 اللي هي الـ XC، وبعدين كلها توالي ويا الخمسة أوم. استخرجنا قيمة الزد تي، الزد توتال. طالما عندي الزد توتال، إذا الآي توتال هو الفولتية الكلية على الزد. الفولتية بالأوميجا شقد؟ 20، وما عندي هنا فيز شيفت بيناتهن، فعشرين والزاوية صفر على قيمة الزد تي، هاي قيمتها. قسمنا حصلنا التيار وقلنا نسميه I1 لأن at omega، وهاي Z1 لأن Z at omega وحدة فقط ف1. هسه عندي بعد التيار لما أريد أحسبه بال 2 omega بالألف، هنا كان 500 صارت ألف، عندي قيمته 10، زين، فش راح تصير ال XL طالما التيار طالما الأوميجا انضربت في 2 فال XL راح تنضرب ب 2 تصير 4، الاكس سي تنقسم على 2 وايضا راح تصير قيمتها 4، فالزد توتال 2 يعني بال2 اوميجا المقاومه 5 وعندي جي 4 بماينس جي 4 ذني المحاثه والمتسعه توازي. هنا حصلنا من التوازي قيمه انفينيتي، صارت القيمه واحد على صفر بالتوازي، اذا الدائرة راح تكون open circuit والتيار راح يكون صفر بالتو اوميجا. فهسه بالتيار الكلي بحالة الدي سي عندي 10 وعندي فقط بالاوميجا، ما عندي بالثري اوميجا، بالثري اوم بالتو اوميجا صار صفر، زين، فالتيار ايش قد قيمته بالأوميجا 3.53، زين، وبالأوميجا 500 تي حسب من أنا الصيغة، بس أنا عندي زاوية ناقص 28 درجة أمبير. هاي صيغة التيار الكلي اللي ضمن دي سي وبالأوميجا. بالتو أوميجا صارت قيمة الإمبيدنس إنفينيتي، فماكو تيار يمر بالدائرة صفر، ولهذا ما صارت عندي هنا بال 2 اوميجا بالقيمه. نجي على الاكزامبل 6، وهنا عندي ايضا يريد التيار بالبرانشات والباور كونسبشن بالسيركت. عندي مطيني التيار هاي قيمته، اول شيء اشوف انه انا عندي هنا 500 تي وهنا عندي 1500، يعني 3 أوميجا صارت في 3 مرات، وعندي قيمة دي سي اللي هي 10 بالتيار، زين. أجي على الدي سي، أول حالة بالدي سي هاي المتسعة راح تكون open circuit، إذا التيار وين يمر؟ يمر بالأربعة أوم وبالأربعة ملي هنري، بالأربعة أوم بالأربعة ملي، راح يكون شكل الدائرة بهذا الشكل بالدي سي، المتسعة open circuit، وعندي فقط هاي الأربعة أوم والأربعة ملي هنري. الأوميجا قلنا الأكس إل تكون short circuit، فصارت عندي الدائرة بهاي الصيغة، إذا التيار اللي راح يمر بالدائرة راح يمر بالمقاومة 10 أوم، لأن هذا البرانش ما راح يمر بتيار open راح يكون. فبالدي سي التيار صفر وين؟ بالمتسعة، وعندي 10 أوم بالL دي سي بالمحاثة هاي، لأن راح نفس التيار هنا الإكس إل يمر بها التيار نفس التيار اللي يمر بالمقاومة، زين، دائرة راح تكون بهاي الصيغة. التيار الكلي هو 10 أمبير وراح يمر
بالمقاومة 4 أوم ويمر بالمحاثة هنا الأكس إل. زين نفسه بالدي سي بالمتسع على صفر والتيار 10 أمبير كل تيمر بالمحاثة بالدي سي. زين هاي جزء الدي سي كمل. هسه الجزء الأي سي اللي هي عندنا بالخمسمائة تي يعني الأوميجا 500. زين نجي الأوميجا 500 الأكس إل إيش قد راح تصير عندي قيمتها؟ 500 في عندي 4 ملي 2 أوم، والأكس سي قيمتها 8 يعني جي 2 وماينس جي 8. نجي شلون التوتال امبيدنس هنا راح تنحسب؟ راح تصير عندي 4 بلس جي 4 بلس جي 2 عندي 2 4 اوم 4 اوم وهاي جي 2 وعندي 10 ماينس جي 8 10 ماينس جي 8 هاي اثنينات توازي وعندي التيار الكلي بالدائرة التيار اللي يمر بالمتسعة راح يكون current divider. احنا نعرف بالcurrent divider التيار الكلي عندي شقد مطينيها بالسؤال اللي هو 4 قيمته. زين وهنا أنا ما عندي فيس شيفت زاوية بس أوميجا تي مالكو يمها زاوية فصفر الزاوية مالته في البرانش اللي ما يمر به التيار يعني عكس البرانش. أنا أريد بالمتسعة معناته أخذ يا إمبيدنس أخذ المحاثة 4 بلس جي 2 على مجموعهن اثنيناتهن 4 زائد جي 2 وعندي 10 ماينس جي 8 كلها تصير سوية. فبحالة الجزء الدي سي قلنا هاي المتسعة راح تكون open circuit فالتيار راح يمر بالدائرة هالشكل بهذا البرانش فقط. زين فما يمر بالمتسعة وبالتالي باقي نفس التيار قيمته 10 أمبير. الجزء الاي سي ات اوميجا حسبنا الاكس ال والاكس سي. هسه نجي التيار بالمتسعة ات اوميجا. هسه شوف سميناه هنا 1 ليش؟ لان اوميجا 1 سميناه اي 1 سي يعني التيار اي 1 سي التيار بالأوميجا المن للأكس سي للمتسعة إيش قد قيم؟ فمن نحسب التيار بالمتسعة إيش راح نحسب؟ نقول التيار الكلي اللي هو 4 والزاوية مالته صفر ما منطيني بيه فيس شيفت في البرانش اللي ما يمر بيه التيار. أنا أريد التيار المتسعة يعني اللي مر هنا أنا ما أريده هنا فش راح أسوي؟ 4 زائد جي 2 اللي هي المقامة والمحاثة البرانش هذا اللي ما يمر بي أنا أريده بالعشرة زائدا بالمتسعة أكتب في البرانش اللي ما يمر بي على مجموع يعني على 4 زائد جي 2 زائد 10 على مجموعهم ماينس جي 8 اي بالمتسعة 1 فالبرانش اللي ما يمر به التيار في مجموعهم اثنيناتهم اللي ما يمر به هو 4 زائد جي 2 ومجموعهم 4 زائد جي 2 و10 ماينس جي 8 هذا طلع التيار للمتسعة. زين التيار للمحاثة
نفس الطريقة، أربعة والزاوية صفر. البرانش اللي ما يمر بي اللي هي عشرة ماينس جي ثمانية قيمة الاكس ال على مجموعهن اللي أربعة زائد جي اثنين زائد عشرة ماينس جي ثمانية. أوجدنا التيار لل L ولل C at omega. at omega هاي أول خطوة، omega تساوي لي واحد. هسه ايش عندي بعد؟ عندي لازم التردد الثاني اللي بالسؤال هنا منطيني 1500 يعني 3 اوميجا، 3 اوميجا. زين بال 3 اوميجا القيمة ما راح تتغير؟ طبعا تتغير، الاكس ال تتغير والاكس سي تتغير. الاكس ال راح تنضرب في 3 والاكس سي تتقسم على 3، ونرجع بنفس الطريقة. قيمة التيار هنا ايش قد تكون؟ عندي 2 زين في البرانش اللي ما يمر بي اللي هو 4 زائد جي 6 لان هنا على المحاثة دا نشتغل على مجموعهم، والاي ال قيمته 2. التيار اللي مجهزي احنا الكلي في البرانش اللي ما يمر بي 10 ماينس جي 2.6 هاياتها بال 3 اوميجا على المجموع. هسه من نجي نريد نكتب الصيغة الكلية للتيارات، نبدي بالتيار المتسعة. زين نبدي التيار المتسعة، التيار المتسعة بالدي سي صفر وبالأوميجا ايش قد قيمته؟ 1.2. إذا ما عندي صفر بالأوميجا عندي هذا بال 1.2، والزاوية مالته ايش قد؟ 49. إذا زائد 49.2. بالثلاثة أوميجا بتيار المتسع عشقت 1.4، والزاوية العفو واحد قيمته، والزاوية 42.9 فقيمته واحد والزاوية 42.9. أجي على تيار ال الأكس إل، تيار الأكس إل اللي هو 10 بالدي سي. اكو تيار الاكس ال عندي 10 امبير هنا ياته موجود زين، وبالاي سي بالال بال1 بالاوميجا 1 قيمته 3.36 والزاويه ناقص 15، وبال3 اوميجا ال عندي قيمه الاي ال اي ال 1.4 والزاوية مالته تناقص 28.2. فصارت هاي المعادلة هي قيمة التيار المتسعة في حالة كاملة للاستجابة للمصدر، وهذا قيمة تيار المحاثة بالدي سي وبالاي سي. حتى نحسب الـ RMS أو الـ Effective Value، التيار المتسعة عندي 1.2 تربيع زائد 1 تربيع على 2 تحت الجذر، وللمحاثة 10 تربيع زائدا 3.36 تربيع 1.4 تربيع على جذر. التوتال باور هو الاي سكوير افكتيف بالمتسع، هو التيار المقاومة دا يمر بيها وين؟ ويا المتسعة ويا المحاثة، فنفس القيمة هي بس نضربها بمن؟ نضربها بالمقاومة. مرة لما يمر التيار بالمتسعة المقاومة المتسعة اللي هي توالي ويا المتسعة اللي قيمتها 10 نفس التيار، نفس تيار المقاومة، فاللي هي 10 اللي ويا المتسعة تيار الإفكتيف الاي ار ام اس بالمتسعة تربيع، ومرة ويا المحاثة 10.3 تربيع في الار. فهاي هي التوتال باور للدائرة. عرف الباور هي المقاومة في الاي ار ام اس سكوير. التيار هنا مرة عندي تيارين، تيار
بالمقاومة. عندي تيارين، تيار بالمقاومة 4 أوم والتيار بالمقاومة 10 أوم. فالتيار المقاومة 4 أوم في تربيع في الأربعة، والتيار 10 أوم التيار تربيع في 10 أوم. التيار اللي 4 هو نفس التيار المحاثة، فتيار المحاثة تربيع في 4، والتيار 10 أوم هو نفس المتسعة، فتيار المتسعة تربيع في 10. صارت هاي الطريقة للحساب، وهذا عندنا هومورك.